361 يوم وانا على هالحالة قصي، 361 يوم وانا صابر عليك يا قصي. يا سلام يا عيني، شو هالرولا خانم عادتيهم باليوم كمان؟ كل هالقد القصة مأسرة عليكي؟ ايه باليوم وبالساعة وبالدقيقة وبالثانية كمان، حتى تعرف قديش قلبي مليان منك ومن تصرفاتك. قلبك مليان مني؟ لك رولا، انت صاير لعقلاتك شي؟ في شي بمخي؟ معلش حبيبتي، يلي عم تمرقي فيه كتير علاجه سهل، يوم يومين وبترجعي لطبيعتك. يلا بتضلك انتهي. مثل عادتك بتضل مقضيها مسخرة. لا وشو عامل لي فيها؟ انه انت والله البريء مو فهمان شي؟ على انو حالة عم تحكي انت؟ اه لا تخصوصا بالدايما الجنة. وعلى شو كنتي صابرة؟ هذا كلام عالين. اه اذا حدا صابر يا مدام فهو انا، انا اللي حطوق مرارتي. بالله شو قصي، انت ما عاد مثل الاول. شلون يعني ما عاد مثل الاول؟ يعني ما عاد حبيتني وما عاد دللتني وما عاد استوعبتني وما عاد فهمتني، حتى ما عاد حبيتني. لا انا هيك ما عاد اتحمل، انت صايره نكديه ونقاقة و شو كمان؟ وغليظة. انا غليظة ونقاقة ونكديه؟ هلا انا نقاقة ونكديه؟ والعيشه معك صارت مره ولهون وبس. ايه لا حبيبي، انت مليت مني واكيد شايف لك شي شوفه. يلا قل لي مين هي. يلا لا، انت مو نقاقة ونكدية وغليظة وشكاكة كمان. ايه انا شكاكة؟ ايه شكاكة. انت انا شو؟ انت عصبي. ما جبتي شي، كل العالم بيعرفوا انه انا عصبي. طيب انت عصبي وشو يا ربي ودب. ايه ايه دب، ونسيان انه في عندك مرة حلوة وصغيرة واكابر وغنوجة ودلوعة مثلي، ونسيان انه بعد يومين عيد زواجنا. لا ونسيان كمان انه في واجبات لازم تنفذ لياها. لك يا عمري يا روحي، استوعبي شو زواج وشو عيد. الحياة الزوجية مسؤولية، مو عليك مصدي. بالله ايه دب، بعد لي لك لسه ترجعت لي. انا سيارة تقرب عليها؟ إذا بتقرب علي رح يلم عليك كل البناية. ليش لهلا البناية ما التمت علينا؟ لك أنا من يوم ما تجوزتك ما عندي شيء اهتم فيه غير أنتي وشغلي. بدك أترك شغلي وأقعد جنبك؟ رح أتركه لشغلي. رولا حبيبتي لا تجنينيني. أمبوسيبل، ومن سابع الأمبوسيبلات، أنا يا حبيبي آخر اهتماماتك. تعرف ليش؟ ليه؟ متأكد بدك تعرف ليش؟ عم أقول لك ليه؟ لأنك إيه؟ إيه ما رح أقول لك. تجنينيني. بس؟ إيه لا أمبوسيبل. ومن سابع الامبوسيبلات حاجة امبوسيبل وبطيخ. ايه معناتها ما رح نتفق. ايه لا ما حسبتي. قصي انت ما عاد مثل الاول. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا جماعة الخير نحن لازم نتدخل. الجار للجار شو بقول؟ شو من اخي ابو الهلال؟ وسهلا الصوت واصل لاخر الشارع. ليش نتدخل؟ إذا دخلنا بصير حق علينا يا أخي أبو ليلى. أبو وسيم أنا حاسس هالمرة غير كل المرات، أنا خايف تكبر بيناتهم. إيه وهلا حنتدخل وهلا بس تكبر أكثر نتدخل. الله يهديهم ويصلحهم إلهي، ضروري هي الأصوات، والله البيوت أسرار. يوه على أساس مو كل عمرهم على هالعادة، إلهم سنة على هالحالة. إيه خلصنا خلصنا، حدا اسمه دلع بنات. إيه بكره بيتصالحوا. لك يا جماعة الخير يا جماعة الخير، إصلاح ذات البين أحسن شيء بالدنيا. خلينا نفوت من هذا القصة قبل ما تكبر بيناتهم ويوقع الباس بالراس ونندم بعدين. على ما يبدو يا أبو ليلى صار لازم نتدخل. خير 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 خير. شو في؟ أيوه والله باينة يا حميانة بالأستاذ قصي، والله الظاهر حمياني على الأخير. المهم يا جماعة شو مشان المازوت مشان خدمات البناية؟ حكى معي تبع السيارة قال لي بكرة الساعة 8 الصبح بده يجي يعبينا مازوت وإلا بيروح علينا. بقى شو قلتوا؟ سمعنا جرادة. لك رح نلوح على رولا. على الله ولا في حالك شبيك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ولك فخار يكسر بعضه. والله بينتها كبراني هالمرة.
الأمور صعبة، صعبة كتير. هلأ يا جماعة مالتوا لي، شو مشان المازور؟ لك يا جماعة الخير قلتلكم من الأول خلينا نتدخل، ما رضيتوا، خلينا نتدخل. لك يا جماعة شو قلتوا لي مش هذا المازور؟ سمعنا. لا ما حذرتي، خلاص فوتي لجوا وكني بقى. اشتهيت مرة واحدة بس اسمع كلمتي. لك مرة واحدة يعني خلي كلمتي تمشي، وين المشكلة؟ هلا أنا ولا مرة سمعت كلمتك، أصلا ما عم بسمع غير كلمتك، مع إنه أنا الرجال. هيك صار له معها حق 100% وكل الحق على قصي. هلا صار الحق معها، والمرأة أحسن من رجال البيت. شو موزين؟ أنت كانت كلمة المرأة تمشي؟ هلا بدكم الدغري كلمة المرأة أحسن من كلمة الرجال بالبيت، إيه وهي الحقيقة. ما شاء الله عليك يا أم ليلى، شو عادة ما بدأ هذا الحكي جديد، ما هيك؟ نحن طول عمرنا سند لبعضنا، من إمتى والشمس عم تقعنا؟ لا جديد ولا قديم، ولا لأنه حكينا كلمة حق صارت بتزعي. لك يا جماعة مش هذا المازوط، إذا بكرة ما دفعته ترى بتروح علينا. لك إنه حق وإنه باطل يا أبو ليلى. هلا كلمة المرأة أحسن من كلمة الرجال، حكي لك شي كلمة يا أبو ليلى. شو أبو ليلى؟ هلا المرأة إلها دور ما اختلفنا، بس الرجال عقله موزون وبيعرف شو بده يعمل وبيستوعب أكتر وبيطول باله أكتر كمان. يا جماعة بكرة بس تبردوا لا تقولوا جرادي ما قال، أنا اللي علي عملته. لك المرأة بالأصل فوضوية وما لعرفاني شو عم تعمل، ويا ما بيوت كبيرة وعمراني خربانة من أفا الحريم اللي مسيطر على البيوت. يا سيدي النسوان ناقصات وعقل، إيه ناقصات وعقل، بس يعني وجودها جنب الرجال نعمة كبيرة، نعمة من عند الله. اي والله نعمة. بالله شو قلت يا ابو ليلى؟ ناقصات عقل؟ خير ان شاء الله، على عيني. لكن المرأة احسن من الرجال بامور البيت. ايه طبعا احسن بكتير. لك هذا الموضوع بده نقاش طويل طويل، خلينا نأجله هلا الله يرضى عليكم، خلينا نأجله من شان الله. أنا اللي عندي حكيته، الجراد ما بيحل يعني. القصة مبينة، ما بدها اثنين يحكوا فيها، كلمة المرأة هي اللي لازم تمشي. يا جماعة الشغلة ما لها معرزة بنوب، خلونا بالمازوت. لا هيك نادى يا أم وسيم، كلمة الرجال هي اللي لازم تمشي. لك الشغلة مو معرزة عم نقلكن، خلونا بالمازوت أهم. وين شخصية المرأة بهالحالة سيد أبو وسيم؟ كل واحد له دوره بالمجتمع، ما حدا بياخد دوره حدا. المرأة مرة والرجال الرجال، طولوا بالكم وخلونا بدور المازوت يا جماعة. معقول أنا زعلك حبيبتي؟ لك أنا بعشقك، أنا بحبك، حدا بزعل حبيبته؟ شو كمان؟ ورح دللك واهتم فيكي لأنك أنتي مرتي اللي منغصة علي حياتي. شو؟ قصدي أنتي اللي منورة علي حياتي، لك أنتي شمعة عمري، لك أنتي الوردة يلي شذاها معشش في قلبي. شو كمان؟ أنا رح استوعبك وغنجك ورح أرجع دللك من اليوم 361 يوم. بيبي حبيبي أنا بعرف أنه أنت أصلا بتحبني وما بتحب تزعلني وبتعمل كل شي لحتى يرضيني لأرضى، تقبرني بيبي وحياتك. رح نرجع نفتح أحلى سنة زواج، وانسي هاي السنين الماضية اللي فكرة حالك إنه أنا ما دللتك. أنا رح أعوضك عن كل شيء، بس أنتي روقي وهدي وحاجة تعصبي وتعصبيني. من قلبك قصي؟ من صمصيم القلب وكلمة رجال. خلص صدقتك، ورح أعمل لك أحلى حفلة عيد زواج. صحيح بيبي، شو بدك تهديني هدية هيك تكون كتير تقيلة مشان شوف حالي فيها قدام المعازيم؟ مع شو؟ مع عزيم، لأنه جابالي أعزم ريما ورفقاتي وماما والجيران عمري عيد الزواج يعني أنا وإنتي بس، مع عزيم ما في وبس؟ إيه لا أمبوسيبل، ومن سابع الأمبوسيبلات حاجة أمبوسيبل وبطيخ.
معازيم ما في كلمة وقلناها انتهينا. الله يخليك خساي، خليني أعزم رفقاتي وأهلي. إيه لا ما حزرتي. إيه معناتها ما رح نتفق ومن نرجع نعلق. وإن شاء الله 60 عمرنا ما نتفق ومن هلا أحسن. ليكي خلينا نخلص بلا وجع راس، خلاص تعبت أنا. شو يعني خساي بدك تطلقني؟ يا روحي مين جاب سيرة الطلاق؟ لك يا عمري مين جاب سيرة الطلاق؟ ماما هذا عيد زواجنا، ما فيني اعزم كل ما هب ودب. ما عم تفوت القصة براسي، ليش بدي اعزم العالم انا وياها وبس؟ وين المشكلة امي؟ الله يرضى عليك، اتركها تفرح هي ورفقاتها واهلها وتعزم اللي بدها اياه. لا تكسر بخاطرها، بعدين هو يوم بيمرق. تفرح بشو؟ انه نحن مرق علينا سنة جوات قفص النكد والنا. قفص شو؟ الزوجية امي، عادتهم باليوم وبالدقيقة وبالثانية. فهمت ولا بعد لا؟ لا يا مدام نورة، انت بتعرفيني جرالي بينقطع عالطايق. هات لشوف. مر على بيوت البناية بين بيت وخبرهم مشان عيد ميلاد زواجكم انت والاستاذ قصي، وتاني يوم كمان برد بأكد عليهم. ايش هالجرادة هادي؟ يا عيني عليك، يلا روحوا بلاش من هلا. بس يا مدام نورة في كم وصل مي مستحق عليكم مشان لازم يندفعوا. هلا انا وين وانت وين؟ بس يا مدام، بس يا مدام نورا ما قلت لي عيسى علي. ماما راح تجنني، قال انا ما عم بهتم فيها وما عم قدرها، وهي قال صار لها سنه صابره علي وقلبها مليان مني. لك يا ابني يا حبيبي بكفي مكسور خاطرها لهلا ما جابت ولد، شغله مالها قليله بنوب. يلا اعملوا همه وجيبوا لنا ولد. ماما ولد شو؟ ما بده يركز عقله بالاول، ولد بده يجيب ولد. امي الله وكيلك القصه نكايا، انا بعرفها منيح، بدها تعمل اللي براسها حتى لو كان على غلط. إيه صرنا سنه متزوجين شو يوم ويومين؟ جكاره في ما خليت حدا وما عزمته، بدي اشوف كلمه مين بدها تمشي. قال شو؟ ما بده يعني اعزم حدا بهاليوم. اما خليت حدا ما عزمته اللي بعرفه واللي ما بعرفه. لا ولسه عندي الليسته طويله كثير. بدي شوف كلمة مين بدها تمشي، لكن أنا شاطر يعمل لي فيها رجال بعد سنة أولى زواج. إيه الله لا يوفقك على هالعملة، ولك أنت شو صاير لك طاقين فيوزاتي ولك حوبة؟ هذا العيد لإلك ولجوزك بس لحالكم، لسه عازمت لي أمة لا إله إلا الله عليه، ولك شو صاير لك؟ ماما شو بنا؟ تركيها على راحتها، هي فرحانة بوجودنا وجود رفقاتها. مو هيك بالله؟ يعني معقول بهيك يوم ما يكونوا رفقاتي معي؟ مو هيك بلا؟ لا حبيبتي، ولك هذا العيد إليك ولجوزك بس. بس ماما هي أول مرة بتدافع عنه. لك يا حبيبتي أنا عم بحكي بالأصول، ماني عم صف معه، الأصول أصول، ونحن كل عمرنا بنفهم بالإتيكيت وبالأصول. لك شو بدك العالم تحكي علينا؟ ما بيهمني، المهم إنه أنت تصفي معي، بعدين إذا بعيد زواجنا الأول ما ترك لي حرية إني أعزم رفقاتي، شو ترك للأيام ولك شلون بدك يعني يصف معك شلون بدك يعني يصف معك وانت عازمه اللي بيسوى واللي ما بيسوى على عيد زواجكم؟ ولك شبكي انت ما بتفهمي كمان صاير عم تحكي مثله؟ لك خلص خلص حاج مياعه وقرف، تضربي منك لجوزك، روحي تنبعي بالعزم منك لإله. العمى شو يعني ماما؟ يعني اعملي اللي بدك يا انا ما عاد دخلني. ولك ليش عم بحرق دمي انا ليش؟ ايه اكيد ما رح اعمل غير اللي انا بدي اياه، ورح شوف كلمه مين بدها تمشي. معناتها في مصيبه جايتنا، ما بكفينا مصيبه صهرك اللي عم تتراجع احواله. ايه والله لهلا ما لي قدرانه استوعب الشيء اللي صار مع لؤي، هاي لحالها مصيبه. لا وفضيحه كمان، والملايين اللي راحت، يعني انت مانك انظم من اختك. قومي قومي لنشوف شو صار مع جوزك، قومي خليكم نتغدى سوا. خلينا نروح نشوف شو عم بيخبط جوزة. طيب لا تنسوا تجوا بكري، عم بستناكم. ها الله معكم، مع السلامة يا عيني. جرادي معطل تعبان عم يبرم على الجيران، عم بيناطح حيطان حتى ايده ما يبدها، وعن ندى نعدى ندى. صباح الخير جرادي. هلا لا ابو وسيم، ابو وسيم جاي انت والمدام؟
ليش الجيراب كله جاي؟ والله شيال بيجي وشيال بده المدام من الأوروب الزاد نفسها تعزمهم. اي 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 هدول عطيني اياهم بالاسم. على عيني يا عمي ابو وسيم، الله يخلينا ناكل. لك خلصني يا جرالي تاكل هم قلبي. والله مالك قليل يا بنوب يا رولا، عملتي يلي بدك اياه. طبعا انا البيبي قصي ما بيرفض لي طلب، كل شيء بدي اياه بيعمل لي اياه. بس الجيران ما حيجوا لانه حضرتك ما طلعتي عزمتيهم. انت الثانيه معقوله تبعتي لهم الناطور جراده يعزمهم؟ ايه هي عزيمه هي. اي استفلوا، انا بعت عزيمه، اللي بده يجي اهلا وسهلا، واللي ما بده يجي شو بعمل له يعني؟ شو بدي اعمل؟ المهم انه انا وجوزي نحتفل على مرائي على مزاجي. هلا انت وياها تتهنوا ببعض الهي، بس يعني ما كان لازم هي المناسبه تكوني انت وياها لحالكم، لانه هي المناسبه لها خصوصيتها الخاصه يعني. اعوذ بالله، شو عم تحكي انت ام ليلى؟ رولا بدها تعمل مناسبه لها خصوصيتها الخاصه. حبيبتي رولا اذا ما عملت للقصه زيتها وزنبليتها ما بترتاح. صرنا معاشينها دهر، ما حلك تعرفيها. شو صار لك ام وسي؟ الالفاظ سعد ولا انت متعوده على الفاظ الحواري؟ ديري بالك رولاها وفتحي عينك هالقد، انا كل عمري اكابر وعائلتي معروفه ابا عن جد. ليكك شوفي منظرك هيك بدل. طولوا بالكم، شبنا ام وسيم شبنا رولا، يعني انتو جيران. انا دائما رايقه، ان شاء الله بعدمو اللي بيزعجني. كرمالك بس ام ليلى. يا ابي يا قصي، هي صرنا سنة متجوزين وبنحب بعض، جاب علي رأسه غنيه. بيبي ليش هيك محلي صوت الاغاني؟ وراي ولا بس ورايح قصي؟ انت نسيان اليوم مشغول ومالك فاضي؟ انا مشغول وماني فاضي؟ خير بيبي، اول شي بدك تروح عند الحلاق، وبعدين بدك تنزل على السوق وتجيب هدية كتير حلوة، لا تنسى، وما لازم تتأخر على المعازيم، وبعدين يعني اليوم عيد زواجنا، معقول تروح على الشغل؟ يلا دق للمكتب خذ اجازه. يلا خلص خلص ما راح اتاخر، عندي شغله مهمه راح اعملها وارجع بكير. توعدني؟ لا خلص حاوعدك، يعني بدي اتاخر عليك انت كمان. صحيح بيبي. شو؟ عندي لك مفاجاه. الله يجيرنا مفاجاتك، هاتي لشوف شو هي. لك انت بس اسمع مني كثير رح تنبسط. هذا يا سيدي، مو انا اليوم كنت عازمه رفقاتي لهون؟ ايه ايه، وانا بعرف انه انت مو رضيان، بس يعني سمحت لي مشان ما تزعلني. اما انت لحالي يا رولا، ليش كمان انت تزعلي لقصي بيبي؟ عم حكيتهم وتحججت انه اليوم بدها تكون سهره عائليه، وقلت لهم الاسبوع الجاي انا بعزمكم على المطعم، شو رايك؟ يا كتر خيرك، تفضلتي على راسنا. شفت شلون انا بحبك كثير؟ وصحي وصلت على اكل. اكل شو؟ مو على اساس ام ليلى بدها تعمل البطاطا؟ وام وسيم بدها تعمل التبوله؟ وامي بدها تعمل اليبره؟ وامك بدها تيجي تاكل؟ شو قلت قصاي؟ قصدي حبيبتي امك، يعني هي بتعرف تذوق الاكل، زواقه بالاكل. ايه اكيد ماما زواقه، بس انا ما قصدي على الاكل، انا اليوم وصيت على حلو، بتعرف يعني مو حلوه الطاوله هيك من دون حلو بهالمناسبه. ايه طبعا حبيبتي طبعا، بعدين الحلو بدبق، انت مو حلوه وبنجيب حلو مندبق، شو هالحلاوه يا روحي؟ خجلتني. ايه والله بليله عرسك ما كنت طالعه بهالانوثه، عم فكر ما اروح على الشغل. عم تقول شي بيبي؟ ولا شي، عم قول الله يخلي لي اياكي يا روحي يا عمري يا حياتي. قصاي وين رايح؟ حبيبتي شبكي شو صار لك؟ على الشغل. إيه طب يلا ناولني. شو بدي ناولك؟ مصاري. لا مشان شو المصاري؟ يي شو مشان شو؟ يعني لازم اخذ مصاري، انا اليوم بدي اجهز حالي، لازم اطلع انيقة. خلص اجليها هلا بعدين. قصاي يعني اذا اليوم ما جهزت حالي امتى؟ قد ايه بدك؟ بدي كثير كثير، لانه كمان بدي انزل على السوق وروح على الصالون. شو حاسك اليوم عرسك وماني عرفان انا؟ عم تتمسخر علي؟ بدي تعال لك شغله. لك بدي اروح عندي شغل. بدك هلا تعال. تفضلي انسه، ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك، بس ما عملتي اللي حسن مثلك المره. تكرم عينك، والله ما قصرت معك، بس شوفت عينك الاسعار طالعه كثير. تسلموا ايديك. اذا حبيتي تبدلي الثياب خلال ثلاث ايام. اهلا وسهلا. ما شاء الله، كيفك يا رنا؟ اهلين استاذ لؤي. مرحبا نجوم. اهلين لؤي. كيفك؟ طاروا المصاري؟ لك شو طاروا ما طاروا ريما؟ طولي بالك،
الزلمة مختفي كلها يومين ثلاثة وبلقطه. وانت شوف هو تكلفوتي ضرورية كانت تجارة البيوت؟ لا إله إلا الله. وأنا شو عرفني إنه شريكي بده يطلع نصاب؟ وانت لشو اسمك تاجر؟ على كل الأحوال هلأ ما رح نتخانق، خليك بالبوتيك راجع. لوين رايحة؟ رايحة بدي اشتري شوية أغراض. رولا بدي ريما، أنت ملاحظة كتير إن أنت وأمك كتير تغيرتوا بعد ما راحت المصاري. وطي صوتك، أنا مالي متغيرة معك ولا تجملني مع أهلي وما دخلني بأمي، بس المواقف اللي عم تعملها عم تسود لي وشي، عم تصغرني وعم تصغر. استاذ لؤي طول بالك ما تعصب، والله ما بالبالك التعصيب. شو رأيك قبلك فنجان قهوة؟ قول لك ثلاثة بواحد أروق، ما هيك؟ لك انت شو اللي حشرك؟ ما بدي اشرب شي أنا، روحي. والله أنا كان بدي إنه بس هيك. لا لك تعالي لك تعالي، والله ما في غيرك، ما في غيرك يا رنا يسمعني. لا كله متغير معي يا رنا، شو صار بالدنيا؟ معلش استاذ طول بالك، بتضل انت الاصل، والله انت رجل اعمال ما في منك. شكرا لك، يلا روحي تفضلي. الله معك. يعني نحن معقول صوتنا تطلع وقيمت بيوم عيد زواجنا؟ لكن انت معقول زعلني بعيد زواجنا؟ معقول يا قصي تكسر بخاطري؟ بدل ما انت تقلي خذي يا بيبي يا روحي كل شيء معي وروحي زبطي حالك، هيك بتعمل؟ دكيتني بليلة عيدي يا لا تغني، لا تغني، ها راح اعطيكي كل شيء معي. معقول انا زعلك لك حبيبتي؟ انت يا حبيبتي وروحي وعمري، واليوم عيد زواجنا، معقول زعلك؟ عن جد؟ شبكي قلبتي فرتقاله؟ هات ناولني. شو هي 5000؟ ما بتكفي هلا ال 5000 ما عاد كفيت. هاي خمسة تانية. هي تقبر قلبي، الله لا يحرمني منك يا عمري حبيبتي. يي هي ريما، أنا حكيت معها وعدتها تجي لعندي مشان ننزل على السوق. يلا أنت تيسر روح على شغلك بلا ما تتأخر. يلا ما حاولي يعني ما أقصر فيهم كلهم. إيه تكرم مين؟ ألو هاي رمروم، كيفك؟ هلا استوز شونا. سلامات استوز. هلا وسهلا. سلامات. لا 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 شو هاي استوز؟ لا 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 روح روح شربك قهوة استوز، روح تفضل تفضل. أنا اليوم راجعة على بيروت، بس اجيت لحتى أمن الأغراض وزور قبر أمي وأقرأ للفاتحة. الله يرحمه الرحمن الرحيم. استود شو رأيك استود نسوي لها تمساي هون؟ إذا بدك كمان بنسوي لها 40 إذا بدك بنسوي لها هون مرة على الماشي هون لعيونك. أنت بس بتأمر قبل استود بعده؟ لا والله ده فيون أبو عبدو. نعم استود. شو عم بصير معك؟ الله يسعدك استود. روح شوف شغلك. حاضر استوز بس مو بردوني. والله مو بردوني. اكيد عندك علم اني انا استلمت مديرة مكتب قناة لاند مارك بالشام. طبعا طبعا، ولا تاكلي هم ابدا، يعني انا حكون من اوائل المساعدين لإلك. الاستاذ رائد وصاني فيكي، حتى انت وقت ما يعني كنتي فايتة على الشركة لفتي انتباهي بصراحة، بس ما عرفت انك جوا. كلك ذوق، شكلي حارتاح معك بالشغل كتير. اهلا وسهلا نورتونا. اهلا فيك يا حبيبتي. شفتي الفستان اللي لابسته؟ صح مالي يعني هي الانعقه والزوم. هلا ما شربت مفكر حاله عريس الثاني، يعني وين بده يروح؟ بكون على الطريق.
يعني انا احسن هاي لؤي قاعد بالبيت ومكتئب. تفضلي سكر خطه. يا الله وين قصي؟ والله غلي قلبي. قلبي محسسني انه في شيء مو نظامي منوب عم بيصير. اي رؤي رؤي لسه انا باول السهره شبكي. هلا بتشوفي. يا جماعه الخير قصي وينه؟ ليكو ليكو على الطريق. ما بدنا ناكل؟ تفضلوا ولو اهلا وسهلا تفضلوا. عبرت عند أم ليلى. ولا أم ليلى هاي؟ لا هي اللي طح. أهلين أم وسيم. بالمهلي حبيبتي، إن شاء الله ما يبلى، شو هالجمال كله؟ تسلميلي، أهلين ست أم ليلى. أهلين. طيبة الموزة ما؟ وسيم. تقبرولا؟ تقبرني، يسلموا إيديك، يسلموا إيديك تقبرني. بس اسمعونا مني، الجاتو ما راح نقطعه غير حتى يجي قصي، ماشي؟ اي اكيد اكيد طبعا، هذا اذا اجى قصي، يعني هو ان شاء الله بيجي. لا ايو بيجي ان شاء الله اكيد. صب السلامة قصي بيبي ليكو على الطريق. الحقيقة انا خجلانة منك كثير اليوم، يعني ضيعت كل نهارك من شاني. شكرا كثير استاذ قصي. لا ولو الله يسامحك، نحن بدنا خدمة تحرز، بعدين يعني الحمد لله اليوم أنجزنا كتير، بس ممكن أطلب منك طلب صغير؟ إيه طبعاً تكرم عينك. لو سمحتي ما بدي من أهل البناية حدا يعرف أنه أنا وياكي بنحكي مع بعض، لأنه أهل البناية عندي يعني شوي بيتدخلوا بكل شيء ومعلي يعني، عرفتي؟ إيه بسيطة هاي سهلة، لا تاكلهم. تفضل أستاذ قصي، ما في شيء من واجبك. ليش معزبي حالي؟ لا ولو لا عذاب ولا شيء، واجبك كبير عندي، وسلم لي كثير على المدام امانه. يوصل. اجت بوقتها، اجت بوقتها الهديه وتأمنت، بس كيف بدي برر لرولا تأخيري لهلا وتذكرة الموبايل؟ بكي روقي 365 يوم وربع وانت عم تكذب علي، انت مالك بيبي؟ بيبي روقي روقي لا تضوجي، انا لاني بحبك تاخرت عليكي. كيف يعني؟ كيف زبطت معك؟ انا ضليت تحت البنايه 365 ونص مو ربع، استنيتهم لراحوا كلهم لحتى طلعت لعندك. يعني ما عملت الا اللي براسك؟ انت بتعرف انه حتى الجاتو ما قبلوا المعازيم يقطعوه؟ وانت عملت اللي براسك؟ غليظ غليظ ودب. هاي أول كذبة مرقت على خير. كل عام وانت بخير روحي. وانت بخير. شو جبت الهدية؟ تحية. ياي شكلك تقيلة كتير. شو هالهدية هاي؟ شو هذا قصي؟ شو هاد؟ حاسب حسابك يعني هادي حالك كمان؟ روحي مشان ضل انا وياكي واحد. اقنعتني. وهي تاني كذبه كمان مرقت على خير. شوف العالم كيف بتهدي، تفضل. هدية لإلك وبس، ها مو إلي وإلك. موبايل؟ آخر موديل؟ إي. روحي بس هذا حقه تقريبا يعني شي 500,000. مزبوط، بس يعني المرة الشاطرة مثلي بتعرف تحسب حساب هيك، يعني هيك ايام وهيك مناسبات لازم يكون في مصاري.
يا روحي يا عمري انت والليل بدنا نولع قصاي امي بيبي لأمي. لا بيبي شو بكره لازم تمرق لعند كنان رفيقك تبع الموبايلات ناقصني دفعه ما قدرت اعطي ما في مشكله قد ايه حبيبي 450,000 انت دفعتي له 450 صفي 50 لا انا دفعت له 50,000 ناقصه 450,000 جد عم تحكي يعني بقيان 450,000 قلتي لي المرة الشاطرة بتعرف تدبر أمورها ليوم مثل هاد ما؟ خلص قصي أمانة مو حلو الموبايل؟ حلو اسلم ايديك بيبي كأنك عم تتمسخر مع أساس الليلة بدنا نولع وحدة بدنا ندلع ولا غيرت رأيك؟ يلا لكام قوم اثبت لي إنك بتحبني